فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا ظواهر كونية. يوم عن يوم عم تثبت علوم الفضاء والفلك أنها تلك العلوم التي مهما أبحرنا فيها ما زال أمامنا الكثير والكثير. يوم عن يوم عم تظهر علوم الفضاء والفلك كم من الألغاز التي تحتاج إلى حل، بل وتجبرنا هذه العلوم على إعادة النظر فيما توصلنا إليه. يعني اليوم إذا حكينا عن كيف ولد الكون، مباشرة منقول في نظرية تسمى نظرية الانفجار العظيم بيج بانج تشرح كيف ولد الكون، لكن المعلومات الحديثة تعطينا بعض التفاصيل التي تجبر العلماء على إعادة النظر في أفكارهم. إضافة لهالأخبار وهالمعلومات اللي عم تجينا دائما بشكل متحدث يوميا، هناك بعض التفاصيل، بعض الظواهر الكونية التي يسعى العلماء، كانت خيال فيما مضى، يسعى اليوم العلماء إلى تحقيقه، عسى أن تصبح في يوم من الأيام واقعا وننتقل بالفعل إلى عصر الحياة في الفضاء. اليوم نعم هناك 6 رواد فضاء يوميا موجودين في محطات الفضاء الدولية، يعيشون، يأكلون، يقومون بتجارب، لكن هذا العدد نسبيا قليل، والعلماء يطمحون لعدد أكبر. اليوم بحلقتنا رح نحكي عن بعض هذه المشاريع التي تسعى إلى نقل الإنسان إلى الفضاء بأعداد أكبر من الموجود حاليا، بالإضافة إلى آخر الأخبار التي توصل إليها العلماء ومهمات الفضاء يلي تم إرسالها مؤخرا، وماذا لدى المراصد الفلكية، ومثل العادة بآخر حلقتنا مصطلح ورحلة جديدة. فاصل وننطلق برحلتنا. خبرنا الأول، المراصد الفلكية بالعالم اجتمعت وتوحدت لالتقاط ما يعرف باسم ضوء من بدايات الزمن، من بدء تشكل الكون. وصل إلى أحد المراصد إشعاع غريب ذو طاقة عالية جدا. اتصلوا بالمراصد الثانية، جهزوا حالكم، في إشعاع ذو طاقة عالية جدا يأتي من غياهيب الكون، يأتي من مكان ما بعيدا جدا على بعد 12.8 مليار سنة ضوئية، من ذلك المكان البعيد على بعد 12.8 مليار سنة ضوئية، وبعد ولادة الكون بمليار سنة من الانفجار العظيم، حصل العلماء على صورة لإشعاع غريب، فسروها، فندوها، وجدوا أن هذه الصورة تحصل، هذا الإشعاع يحصل على طاقته من ثقب أسود عملاق ولد مع ولادة الكون. ماذا يوجد بالقرب من الثقب الأسود حتى أعطى هذا الإشعاع رونقه؟ تخيلوا 600 تريليون مرة قوة هذا الإشعاع يتفوق على قوة إشعاع الشمس، 600 تريليون مرة أقوى من إشعاع الشمس. التقطت المراصد، معظم المراصد في العالم استنفرت من بضع أيام لالتقاط الصورة الأولية لما يعرف باسم كويزرز بالقرب من ثقب أسود. الكويزرز اللي باللون الأحمر عم نشاهده هو عبارة عن شبه نجم، ليس نجم بالمعنى الحرفي، هو جرم فضائي يشبه النجم، يتحرك بسرعة عالية ويتلازم مع الثقوب السوداء، فيعتمد على طاقة الثقوب السوداء لينفث إشعاعات هائلة الطاقة، هائلة القوة، وتنطلق بمسافات هائلة في الكون. نعم إنه الكويزر، ولا أحد غير الكويزر يقبع هناك على حدود الكون، لأن الكويزرات ولدت، نشأت مع ولادة الكون ونشأة الكون فقط. اليوم الكويزر أو أشباه النجوم أصبحت نجوم يلي بنعرفها، أما في ذلك الزمن كانت الكويزر أشباه نجوم، لم تتطور لتصبح نجوم. طيب كيف عرفوا أنه عمر هذا الإشعاع 12.8 مليار سنة؟ شلون عرفوا؟ هذا السؤال أجاب عليه العلماء من خلال تحليل الإشعاع القادم. مشاهدينا الكرام، كل نجم حسب عمره بيطلق مواد بإشعاعه، بيطلق جزيئات، بيطلق أطياف كهرطيسية لذرات غازية نشأ منها. مثلا الشمس
بإشعاع الشمس الكهرطيسي هناك الهيليوم والهيدروجين والكربون. هذا يعطي فكرة عن ما تحويه الشمس من مواد كيميائية وكم عمر هذا النجم ومتى ولد. لما حللوا هذا الإشعاع وجدوا أنه يمتلك كمية كبيرة من المغنيسيوم. المغنيسيوم هو عنصر لا يتشكل إلا بالنجوم القديمة جدا والتي عمرها يفوق 12 مليار سنة. من هون عرفوا أنه هذه الأشعة صار لها 12 مليار سنة وهي تجوب الكون. مو بس هيك، التلسكوبات كلها اجتمعت لمعرفة كيف وصل الضوء إلينا، فاستنتجوا أن هناك مجرة فتية ما بين ذلك الكوازار وما بين مراصدنا، وقامت هذه المجرة الفتية بعمل عدسة. هذه العدسة الثقالية جمعت الضوء لترسله دفعة واحدة إلى مراصدنا إلى الأرض. تخيل إذن حتى المجرة اللي بيننا وبين هذا الكوازار، لأنه بعيد 12 مليار سنة ضوئية، مسافة هائلة، استخدموا المجرة لتكون كعدسة تجمع الضوء لينطلق الضوء إلى تلسكوباتنا. طيب شو بيفيدنا هذا الحكي؟ هذا الحكي بيعطينا تصور لما حدث في الكون المبكر. هذا الإشعاع الهائل يشرح لنا آلية تشكل أشباه النجوم وكيف أن هذه أشباه النجوم اليوم تعيش بفضل قربة من الثقوب السوداء، تتطفل على الثقوب السوداء وتأخذ منها الطاقة لتدفعها عبر الكون لتصل إلينا. هذا دليل أنه في علوم الفضاء والفلك دائما هناك الألغاز والأسرار. شو رأيكم نحن وياكم ننطلق برحلة باتجاه هذا الجرم وهذا الكوازر وكيف العلماء حصلوا على هذا الإشعاع عالي الطاقة من خلال تلسكوباتهم؟ منتابع معنا. الطاقة الهائلة التي عم يدفعها، هذا هو الثقب الأسود، إشاعات هائلة يطلقها. هي الإشاعات اللي حصل عليها العلماء من مراصدهم، المراصد المنتشرة حول العالم. الإضاءة قطعت حوالي 12 مليار سنة ضوئية مسافة لتصل إلينا، عبرت كل هالأجرام. مراصد العالم اليوم عم تقوم بعمل جبار في رصد وتقصي المعلومات من الفضاء. هذا كان خبرنا الأول، خبرنا الثاني يا حرام. علماء
شاهدوا بأم أعينهم كوكب يتبخر. تخيلوا مشاهدينا الكرام، كوكب يتبخر لأول مرة، يتثنى للعلماء أن يجلسوا خلف مراصدهم ليتابعوا كوكب وهو ينتهي، وهو يموت، وهو يتبخر. كوكب ضخم يتبخر بسبب قربه الشديد من نجمه الأم. بالفعل اكتشف الفلكيون من خلال تلسكوب الفضاء الشهير هابل كوكب عملاق يدور حول نجم الأم على مسافة قريبة جدا من هذا النجم، مما جعلت حرارة النجم العالية تعمل على تبخير الكوكب. تبخير الكوكب، الكوكب هو النقطة السوداء اللي قدام النجم، خليني أنا أشر عليها بالليزر حتى يكون واضح معنا، هذا هو الكوكب. تخيلوا قديش قريب جدا من نجمه الأم هذا الكوكب الذي يتبخر، ينتمي إلى مجموعة من الكواكب تدعى نبتون الحارة. ليش نبتون الحارة؟ لأنها تشبه كوكب نبتون بالحجم لكنها حارة جدا، مو مثل كوكبنا نبتون، كوكبنا نبتون بارد جدا. فتدعى الكواكب التي بحجم كوكب نبتون باسم كواكب نبتون الحارة. المهم، هذا الكوكب يقع على مسافة قريبة جدا من نجمه ويشكل حالة نادرة في من كواكب مجرتنا، مجرة درب التبانة. العلماء أول ما اكتشفوا الكوكب لاحظوا قربه الشديد من نجمه. مو بس كوكب، اكتشفوا هن فعليا كوكبين يدوران حول هذا النجم على مسافة قريبة جدا، لكن كوكب أقرب من كوكب آخر. لما اكتشفوه العلماء قالوا أنه حتما هذا الكوكب بسبب قربه الشديد رح يتبخر. وتوقعوا العلماء لما اكتشفوا الكوكب عام 2017 ان هذا الكوكب رح يتبخر بغضون 200-300 سنة. تخيلوا مشاهدينا الكرام، عطوا 200-300 سنة يتبخر الكوكب، لكن النجم الذي يدور حول هذا الكوكب فاجأهم، وخلال سنتين لم يتحمل الكوكب وبدأ التبخر يسرع بمئة مرة ضعف أكثر مما كان يتبخر سابقا، وبدأ الكوكب يخسر من أجزائه. وتابعه العلماء وتابعوا هذه الصورة وهم يرون الكوكب يخسر من مادته وهو يدور حول نجمه، حتى لم يبقى من الكوكب شيء. تخيلوا، تابعوا العلماء تفاصيل تبخر الكوكب خطوة بخطوة خطوة بخطوة. بأن نقولكم أنه بعد الكوكب عن نجمه حوالي 6 مليون كيلومتر فقط، 6 مليون كيلومتر. للمقارنة، أقرب كوكب بمجموعتنا الشمسية للشمس هو عطارد، يبعد كوكب عطارد 58 مليون كيلومتر، 58 مليون كيلومتر، ويعتبر كوكب عطارد كوكب ذو حرارة عالية جدا وبعده 58 مليون كيلومتر. فتخيلوا كم درجة الحرارة عن ذلك الكوكب الذي يبعد 6 مليون كيلومتر. إذا عطارد تصل درجة الحرارة العظمى، أعلى درجة مسجلة إلى 800، هو سطين 460، لكن أعلى درجة حرارة 800. على هذاك الكوكب حتما ستكون الحرارة فوق 5-6000 درجة مئوية. على عطارد والزهرة، أقرب كوكبين إلى الشمس، لم تتحمل مراكب الفضاء هذه الشروط. اليوم أقرب مركبة فضاء هي باركر على بعد بضع ملايين كيلومتر من الشمس ومزودة بدرع واقي من الأشعة الشمسية، ورغم هيك مصيرها للاحتراق، مصيرها إلى الاحتراق. فما بالكم بكوكب بحجم نبتون، يعني أكبر من الأرض، وهو يتبخر أمام الشمس. فعلا من الحوادث النادرة التي شاهدها العلماء، مع أن نشاهدها أيضا.
الكواكب الشبيهة بنبتون وقربها الشديد من شمسها؟ 6 ملايين كيلومتر فقط تقريبا من بعد هذا الكوكب عن نجمه. طبعا هذا الكوكب أصبح الآن بخبر تام، خلاص هذا الكوكب ودعناه. وهذا يدل اليوم هذا الكوكب أعطى معلومات لعلماء الفضاء والفلك أن ليس كل كوكب ينتهي بنهاية نجمه، لا، في كواكب بتموت قبل موت نجمه. هي من أحدث الصور كيف عم يتبخر هذا الكوكب. طبعا حرارة عالية جدا. هاي الصور اللي حصل عليها العلماء والكوكب يتبخر. طبعا هي غازات المنطلقة، بقايا الكوكب، تبخر الكوكب، المادة المتبخرة من الكوكب. فعلا يعتبر من الأحداث النادرة جدا تبخر الكواكب، يعني لم يسبق للعلماء أن شاهدوا كوكب يتبخر. كانت فرصة من ذهب مثل ما بيقولوا، أتيحت للعلماء أن يشاهدوا هذا الكوكب، يكتشفوه، يشوفوا بعده، ويشوفوه هو عم يختفي من الوجود بسبب تبخره. فاصل وبنفتح ملفتنا بحلقتنا لليوم. كنا عم نحكي ببداية الحلقة عن بعض المشاريع لإطلاق رواد الفضاء بأعداد أكبر إلى الفضاء. هناك عدة مشاريع اقترحت فيما مضى، اقترحوا العلماء في السابق، وقتها كانت هذه المشاريع خيال، صعبة التحقيق. لكن اليوم العلم أعاد فتح تلك الملفات وأعاد دراستها بعد أن وصل العلم إلى مستوى عالي من التكنولوجيا. على سبيل المثال في عام 1957، يعني بعد بضع سنوات من وصول الإنسان إلى سطح القمر ومن بدء عصر الفضاء، أعلن بعض العلماء بوكالات الفضاء عن دراسة إمكانيات مختلفة للمساكن في الفضاء الحر، أنه نحن نجهز مساكن لرواد فضاء في الفضاء الحر. من بين هذه المشاريع مشروع يسمى مشروع بولو. مشروع بولو نسبة إلى العالم بولو هو عبارة عن كرتين، تصميم بسيط جدا في غاية البساطة، سلسلة تتصل بكرتين، هاتين الكرتين يبلغ قطر كل منها 22 متر بس. كل كرة من هذه الكرتين قطرة 22 متر، يعني تكفي لاحتواء 10 أشخاص، وتمتد سلسلة بحدود 2 كيلومتر، سلسلة 2 كيلومتر على طرفيها الكرتين. ليش؟ شو هدف هالسلسلة والكرتين؟ حتى تدوران الكرتين حول بعضهما البعض وتشكلان محاكاة للجاذبية الأرضية. تغطى الكرتين بسماكة 5 أمتار من تربة القمر، التربة الأقدر على امتصاص الأشعة الكونية، فتحصل الكرتين على درع واقي من الأشعة الكونية، وبداخل الكرتين يتم بناء محاكاة لحياة كاملة على الأرض، كل ما تحتاجه العائلة، حيث يوجد مكان مخصص لزراعة المحاصيل الغذائية، ويوجد ألواح شمسية من أجل الحصول على الطاقة، وتوجد حجر تصنيع واختبارات وتجارب وإلى آخره. ويقوم العلماء 20 الموجودين بالكرة الأولى والعشرة الموجودين في الكرة الثانية بإجراء كامل الاختبارات والدراسات في الفضاء. وبهذا نكون قد
أتمنى قفزة نوعية ما بين اليوم 6 رواد فضاء إلى 20 رائد فضاء. تخيل فعلا هذا مشروع أطلق عام 1975. وقتها العلماء تناقشوا عام 1975 ما كان لسه في محطات فضاء أساسا، فوقتها كان تحقيق هذا المشروع ضرب من الخيال. لكن اليوم وبعد التقدم العلمي الهائل والتكنولوجي أصبح بالإمكان تنفيذ هذا المشروع، وهو بالفعل اليوم أعيد إلى الحياة، أعيد له الحياة ويتم دراسته، عسى أن يتحقق في يوم قريب من الأيام. نشوف فيديو يحاكي هذا المشروع. هذا مشروع يوم خيال، ما حدا بيعرف بالواقع القريب، لكن هذا بيضم 20 شخص بس. العلماء يطمحون إلى عدد أكبر، بدهم مو 20 شخص، بدهم عشرات مئات آلاف من البشر في الفضاء. ولهذا هناك مشروع أضخم، ومشروع طبعا تكلفته أكبر ولكن مردوده أعلى بكتير. اسطوانات أونل العائمة، اسطوانات أونل العائمة هي عبارة عن أنبوب ضخم بطول 32 كيلومتر وبقطرة 8 كيلومتر. تخيلوا بطول 32 كيلو وبقطر 8 كيلومتر. تدور هذه الأسطوانة، تدور لتحاكي الجاذبية الأرضية، ويمكن جمع أكثر من أسطوانة معا لتشكيل عدة أسطوانات. كل أسطوانة قادرة على استيعاب، تخيلوا قديش هذه الأسطوانة يلي بطول 32 كيلومتر قادرة على استيعاب 10 ملايين شخص، 10 ملايين إنسان. 32 كيلومتر، نعم تخيلوا أسطوانة في الفضاء 32 كيلومتر، 10 ملايين شخص. هذه الفكرة أيضا طرحت عام 1974، طرحت في الماضي، طرحها العالم أونيل وهو من علماء الفضاء والفلك المشهورين. في ذلك الوقت كانت الفكرة مجرد خيال، وين نساوي أسطوانة 32 كيلومتر؟ من وين بدنا نجيب الإمكانيات التكنولوجية والتصاميم ونطلقها إلى الفضاء؟ وقتها المجتمع العلمي رفض الفكرة وماتت الفكرة مع الزمن. لكن حديثا أعيد
طرح هذه الفكرة، وخاصة بعد أن أصبحت هذه الفكرة متاحة في ظل واقعنا التكنولوجي الحديث، بظل واقعنا التكنولوجي الحديث وبظل التطورات العلمية الكبيرة، أصبحت هذه الفكرة ممكنة التحقيق. هي محطة الفضاء الدولية، عشرات الأمتار، بما أنه نحن قدرنا نساوي محطات بعشرات الأمتار، نحن قادرين نساوي اسطوانات بعشرات الكيلومترات. المشكلة الوحيدة بهذا التصميم ليست التكنولوجيا، وليست إطلاقها، وليست تركيبها في الفضاء، لا، المشكلة الوحيدة أبسط من هيك بكتير، هي أن معظم المواد اللازمة لبناء هذه الأسطوانة يجب استخراجها من سطح القمر. وهنا المشكلة، أن هناك تكاليف عالية، فإن وجد من يدفع تكاليف بناء أسطوانة أنيل في الفضاء، سيكون هذا المشروع قيد التنفيذ وقادر على استيعاب 10 ملايين شخص في الفضاء. تخيلوا 10 ملايين إنسان في الفضاء، إنجاز. أكيد صار عنكم طموح وشغف لمعرفة ماذا يوجد في هذه الأسطوانة. مع موسيقتنا الحلوة منشوف شو في بداخل هذه الأسطوانة. تخيل لما سيكون داخل الأسطوانة وليس واقع، هيك عم يتخيلوا يكون ضمن الأسطوانة. عم نلاحظ الغابات المنتشرة فيها. طبعا بكل بساطة يتم، هي الأسطوانة بشكل عام هي بيت بلاستيكي كبير، يعني إذا بدنا نشبه الأسطوانة بمشبوهنا بتفاسيرنا الأرضية، بتشابيه الأرضية بشيء مشابه له على الأرض، هي البيت بلاستيكي، كأنه بيت بلاستيكي انتقل إلى الفضاء. فيه بعض الأنابيب التي ترش الماء كالأمطار، في طبقة من سطح القمر واقية من الأشعة الكونية، وبنفس الوقت ترسل جزء من أشعة الشمس المفيدة، فإذا كأنه بيت بلاستيكي كبير. حتى الغيوم يتم تصنيعها بشكل اصطناعي، ومثل ما لاحظتوا وجود مساكن وجسور وطائرات 32 كيلومتر، فحتما سيكون هناك وسيلة للانتقال ما بين أول وآخر أسطوانة. فالعلماء يتخيلون أن يكون هناك كامل كل تفاصيل الحياة البشرية على الأرض تنقل إلى هذه الأسطوانة، حتى الخلايا الشمسية والمساكن على أطراف الأسطوانة. طبعا الذي يعيش على أطراف أسطوانة لن يشعر أنه يعيش على أطراف أسطوانة، لأن دوران الأسطوانة تحاكي جاذبية الأرض. مثل الأرض في عنا نصف كرة شمالي ونصف كرة جنوبي، واللي بنصف الكرة الجنوبي راسه مو للأسفل، لا أبدا، كله راسه للأعلى، لكن بسبب دوران الأرض والأسطوانة لما تدور بتحاكي دوران الأرض وبتحاكي الجاذبية الأرضية. فعلا مشروع واعد جدا، إذا تحقق بيكون إنجاز علمي ضخم جدا. وعلى فكرة من فترة اطلعت على كتاب خيال علمي يتحدث عن قصة خيالية عن استكشاف للفضاء وإلى آخره، ويتحدث عن هذه الأسطوانة، يتحدث عن هذه الأسطوانة بشكل مستفيض، وأتوقع قريبا هذه القصة ستتحول إلى فيلم، لأنه قصة فعلا فيها الأفكار، عديد من الأفكار العلمية. برجع بأكد، اليوم هذا الفيديو شفناه خيال، والأسطوانة هي خيال، لكن هذا الخيال ليس بعيدا عن التحقيق. اليوم الظروف كلها عم تساهم بتحقيقه. طيب خلونا نبتعد شوي عن الخيال ونقترب من أمور واقعية تم تنفيذها. اليوم في عنا بالفضاء محطة الفضاء الدولية الـ ISS، يلي على بعد 400 كيلومتر، ويلي بتضم 6 رواد فضاء.
محطة الفضاء الدولية هي البناء أو المجسم الوحيد الأغلى ثمناً على الإطلاق المأهول في الفضاء، وهو أكبر قمر صناعي موجود يدور حول الأرض. تتطلب بناء هذه المحطة تضافر أكثر من 20 دولة، تخيل أكثر من 20 دولة، بمبلغ وصل إلى 160 مليار دولار فقط البناء. 160 مليار دولار، لم نتحدث عن تكاليف التشغيل اليوم، نحن نتحدث عن تكاليف البناء. 160 مليار دولار بعشرين دولة بدأ العمل بها من عام 2000، وأجرى الطواقم المتعددة التي زارت محطة الفضاء الدولية العديد والعديد من التجارب والاختبارات الرائدة في مجال الجاذبية الصغرى والأشعة الكونية والتكنولوجيا الحيوية والطاقة المظلمة وغيرها من البحوث التي تم استثمارها على الأرض. وبما أنه قلت كلمة تم استثمارها، يعني في كلمة استثمار، طالما في كلمة استثمار يعني في فائدة، في مصلحة لرؤوس الأموال. بالفعل لما لاحظوا رؤوس الأموال أهمية بناء محطة فضاء حول الفضاء، تسارعوا للتفكير ووضع مخططات كيف يمكننا أن نطلق محطة فضاء خاصة بنا تدر علينا الأموال ولا تكلفنا الكثير. هيك تفكير رؤوس الأموال. لما شاف أهمية محطة الفضاء روبرت بيجلو، هو رجل أعمال في مجال العقارات في فيغاس في الولايات المتحدة الأمريكية، روبرت بيجلو لما شاف عمل محطة الاي اس اس وإنجازاتها الهائلة فكر بأمر واحد فقط: هل يا ترى أستطيع أن أفعل شيء أفضل من محطة فضاء الدولية وبمردود أقل؟ مباشرة قام روبرت بيجلو بإنشاء مشروع طيران فضائي خاص سماه بيجلو أيروسفير أو أيروسبيس. بيجلو هي شركة خاصة بدأت برأس مال متواضع 500 مليون دولار من حسابه الشخصي للبحث وبناء محطات فضاء تجارية. فكر بيجلو كالتالي: محطة الفضاء الدولية تم تجميع قطعها في الفضاء قطعة تلو الأخرى على مدى عامين، وهذه احتاجت إلى إطلاق عدد كبير من الصواريخ وتكاليف هائلة، في حين أن بيجلو اقترح مشروع أقل تكلفة بكتير. ليش لا نركب المحطة بالفضاء؟ أساساً ليش تكون المحطة ذات مواد غالية الثمن؟ بكل بساطة نطلق صاروخ محشو بداخله بالون ينتفخ هذا البالون عند وصوله إلى الفضاء. فعلاً مثل هالبوالين هاي تنتفخ عند وصولها إلى الفضاء، توجد هذه البوالين داخل المخروط في مقدمة الصاروخ. عندما يغادر الصاروخ الغلاف الجوي ينتفخ البالون ويتحول إلى محطة فضاء كاملة قادرة على استيعاب 6 أشخاص مثلها مثل محطة الفضاء الدولية. بالبداية ظنوا العالم أنه بيجلو مجنون، شو بالون بدك تبعته على الفضاء؟ أشعة كونية وإلى آخره. لكن العلماء رفعوا القبعات أمام مشروع بيجلو، لأنه بالفعل لم يصبح خيال. أطلق بيجلو نموذجين لمحطة الفضاء الخاصة به تجريبيين إلى الفضاء، ونجح النموذجين نجاحا باهرا. وبالفعل ما احتاجوا أكثر من نموذج بالوني في الفضاء، لأن البالون المحشو يحمي رواد الفضاء من الداخل من الأشعة الكونية، ولا يوجد رياح وهواء تأخذ البالون وتحركه من مكان إلى آخر. فإذا بكل بساطة بالون إلى الفضاء. اليوم بيجلو يفكر فعليا باستثمار بالوناته في تجارب ذات مردود مالي، ويفكر
يفكر كيف سينقل هذه البالونات إلى القمر لينشئ مراكز استقبال السياح في القمر وفي محطة الفضاء. وفي آخر حوار مع بيغلو قال أنه يتوقع لمشروع محطة الفضاء الخاصة به النجاح ويتوقع المرابح الطائلة. وبالفعل إذا أرينا كم من السياح المسجلين لزيارة محطة بيغلو القادمة في الفضاء نجد أنه بالفعل حقق مشروع ب 500 مليون دولار سيأتيه مردود يفوق هذا المبلغ بعشرات الأضعاف. مشروع السياحة في الفضاء. فيديو عن محطة بيغلو. فعلا من المشاريع الواعدة في المستقبل وبعيدا نتجه بعيدا عن بيغلو ومحطة الفضاء الدولية إلى آخره. بعد الاكتشافات الأخيرة حول تابع يوروبا تابع كوكب المشتري وما يمتلكه من خصائص وميزات جعلته المكان الأكثر شهرة في نظامنا الشمسي، يعتبر يوروبا بالإضافة إلى إنسلادوس المكانين المرشحين أو الأكثر ترشيحاً لاحتواء حياة خارج كوكب الأرض. بالفعل يوروبا مع خصائصه مع ميزاته مع وجود الماء السائل تحت قشرته مع تركيبه وتكوينه جعلت منه محط أنظار العلماء. اليوم 45 عملية تحليق تمت حول التابع يوروبا من أجل البحث عن أي علامة تدل على وجود حياة على سطح هذا التابع. قد لا تكون علامات اليوم، قد تكون علامات فيما مضى. يبحثون العلماء عن آثار لكائنات بكتيريا، لكائنات بكتيرية قد تكون موجودة تحت قشرة التابع يوروبا. يبحث العلماء ويبحث ويبحث ويبحث، لأن الإجابة لن تكون على كوكب المريخ. إذا أردنا أن نبحث عن حياة في مجموعتنا الشمسية، المريخ خلصت أيامه. علينا أن نبحث في يوروبا وإنسلادوس. ومشان هيك عدد كبير من الشركات الخاصة تقدمت بمشاريع إلى وكالات الفضاء. من هذه المشاريع إطلاق روبوتات. هذه الروبوتات تحفر في تربة يوروبا وتغوص عميقا داخل قشرته لتدرس ماذا هناك تحت قشرة تابع يوروبا. بالفعل شركة سمت نفسها شركة يوروبا على اسم التابع يوروبا بدأت بالتخطيط لإرسال مسبار آلي للبحث عن حياة على التابع يوروبا. طبعا تكلفة هذا المسبار نحن عم نحكي بمليارات الدولارات، لكن تخيلوا المردود فيما لو اكتشفت تلك المسابر الروبوتية بقايا حياة تحت قشرة يوروبا. تخيلوا قديش رح يكون في مردود كبير وهائل لهذه الشركة. ولهذا تتسابق الشركات
إلى يوروبا، عسى أن تجد في يوروبا ضالتهم في موضوع البحث عن الحياة. هذه مجموعة من المشاريع يلي طرحوها العلماء وعم يفكروا فيها سواء علماء أو رجال أعمال لاستثمار الفضاء ولنقل الإنسان خطوة جديدة نحو استكشاف وفهم أكبر لعلوم الكون. وهذا كله يصب في مصلحة أن علوم الفضاء والفلك يوما بعد يوم تصبح أكثر شعبية وأكثر قربا من الموضوع الاستثماري. هذا كان ملفنا بحلقتنا اليوم. فاصل لنتعرف نحن وياكم على مصطلح جديد بحلقتنا. شو رأيكم نتعرف نحن وياكم على مصطلح يمكن نسمعه كتير يلي هو أولمبوس، مصطلح قمة أولمبوس. قمة أولمبوس هي أعلى قمة جبلية بركانية في المجموعة الشمسية. تخيلوا ارتفاع قمة أولمبوس يفوق 27,000 متر، بالضبط إذا حذفنا القاعدة 22,500 متر، بينما قمة إيفرست حوالي 8,800 متر، يعني 3 مرات أعلى من إيفرست. أعلى قمة موجودة في كوكب المريخ تسمى قمة أولمبوس، ترتفع إلى 27 كيلومتر. تخيلوا ارتفاعها 27 كيلومتر، بينما إيفرست حوالي 9 كيلومتر، وتظهر كالفقاعة لراصد لكوكب المريخ. لما نرصد كوكب المريخ وتكون قمة أولمبوس مقابل لنا، تظهر كالفقاعة برأس كوكب المريخ. قمة أولمبوس هي أعلى قمة على كوكب المريخ وأعلى قمة في المجموعة الشمسية. رحلة إلى قمة أولمبوس. هذا بالنسبة لقمة أولمبوس. فاصل نتعرف نحن وياكم ونطلع برحلتنا باتجاه جرم من أجرام مجرتنا، مجرة درب التبان. على بعد 1200 سنة ضوئية من الأرض يقع هناك ما يعرف باسم سديم إبريق تويتي. تويتي هذه الأفلام أطفال، أظن أنه بطة صفراء. تويتي يمتلك إبريق، لكن إبريقه عبارة عن سديم موجود في الكون، اكتشفه العلماء وأطلقوا عليه اسم إبريق تويتي على بعد 1200 سنة ضوئية من الأرض. شو رأيكم نطلع برحلة لإبريق تويتي؟ هذا هو إبريق تويتي، وهذا كان كل شيء بحلقتنا لليوم. موعدنا بتجدد الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.